ست ستات، راجل وست ستات. لا مش هو ده، التاني اسمه سامح حسين. لا مش هو، مش هو، مش هو. برنامج يوم الاثنين على الحياة. انت جاي تحقد ولا ايه؟ ايه ما احنا كنا قاعدين. انت الحق يا عم سليمان، الحق. ليه يا ابني كده بس؟ ده احنا لينا 3 سنين قاعدين في البيت. ده احنا ما صدقنا يا ابني، ده سليمان جاله قرح فراش من القعده. اي والله قعدنا ما صدق. ايه طب شوف مين اللي هيقبضك. يلا اتكل على الله. مع السلامة يا رجل، مع السلامة تمثيل. وعليكم السلام. يا عجبكم الأراجوز يا ولاد؟ لا يابا ما عجبناش. يابا يعجبنا ازاي؟ حرام عليك يابا، أنا سباعي بتوحس بقاله 7 سنين ونفسي في لحسة مرهم طرميسين. ياب لحسة طرميسين ايه؟ انت تنزل على الغيط وتحط صباعك دي في حته الطين مع حته جله مع حته سباخ وتسيبه قد بتاع 5 6 7 سنين، هو هيقع لوحده ولما يقع ما تشتكيش منه. حاضر يابا حاضر. وانا يابا وانا الفسافيس كلت وشي وانت مش عايزني اروح الوحده الصحيه. ايه ما هو كله من كيسبك، كله من كيسبك. الفسافيس كلت وشي يابا، الفسافيس كلت وشي يابا. اما الوش مين دي؟ بطل كذب بقى. ايه يابا بقى؟ يعني ايه؟ انا فاهم حاجه انا. يا ابو العيل، يا ابو العيل خلي بالك من العيال شويه وفك ايدك حبتين. وبعدين الفلوس اللي بتجيلك من القناية محدش يعرف عنها حاجه. جرى ايه يا فاطمه؟ ما اللي بيجيلي من القناية مع اللي بيجيلي من السياحي بصرفهم عليكوا، وانتوا اللي كل يوم بتزيدوا. اقول لك صباح الخير يا فاطمه تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمه توليدي. معقوله يا فاطمه؟ وانا اعمل لك ايه يا اخوي؟ وبعدين ما العيال عزوه. لا عزوه ايه؟ ده عيال ما بيتمرش فيهم حاجه ابدا. انا هتكل على الله انا ماشي. فين يابا؟ العيال دي عملت لهم ايه؟ وعلى يدك وجبت لهم اسمه ايه دي؟ وايه؟ وايه؟ إيه؟ طيب يا ابو العيال استنى بس، انت بتقول ايه؟ فهمتوا حاجه من اللي ابوكم قاله؟ اه كده على طول ابوكم ده يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش، ولو حكم ما يكروتش. وعلى راي المثل ما تيجوا نشوف. يا شنابي العمدي، انت فين يا شيخ؟ العمدي يا شيخ حسن، انت فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا شيخ حسان؟ اتأخرت ليه؟ معلش يا عمدة، انت عارفني احب اطول في خطبة الجمعة. بس النهاردة التلات. ايه؟ امال ايه المظاهرات والمليونات اللي جايبينها في التلفزيون دي؟ هي مش المظاهرات دي يوم الجمعي؟ ايوه بتبقى يوم الجمعة. اه يبقى الجزيرة بتعيد مظاهرات قديمة. سيبك من الموضوع ده. روح لولاد ابو العيلة وقول لهم هم متضايقين منه ليه. يا سلام، ده انت تأمرنا. خليهم يجوا لي عايزه. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا عيال ابو العلي؟ وانت مالك انت؟ ازيك يا دي يا طه؟ خد تعالى هنا. عايز ايه؟ يا رب تكون سمعت كلامي وسبتك من السكة البطالة اللي انت ماشي فيه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ البت بهاني جات لي امبارح وقعدت تغويني، وقعدت تعمل لي بالجلابية كده، وقالت لي خد مفتاح الشقة وتعالى. أعوذ بالله، وأنت عملت إيه؟ أنا طبعًا سمعت نصيحتك وقلت لها لا مش جاي. يعني بهاني الفجر اديتك مفتاح الشقة؟ أيوه. وأنت ما روحتش؟ أيوه، سمعت نصيحتك على طول. طب هات مفتاح الشقة دي وبقى خلي نصيحتي تنفعك. يا راجل يا ضلالي. يا راجل ضلالي إيه؟ اتكلوا على الله، أنتوا هتنسوني أنا جاي ليه؟ خد يا ابني انت وش، انا بالعمدة عايزكم. وده هيعوزنا فيه العمدة دروخر. طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم، الراجل ده شكله طيب والايمان هيبز من عينيه. وعلى راي المثل تعالوا نشوفه عايز ايه. اتفضلوا يا اولاد، اتفضل يا جناب العمدة، بس خلي بالك من الواد القصير ده عشان شاقي حبتين. السلام عليكم. معلش يا احمد وبركاته. تعالى يا واد انت. نعم. ايه ولا مزعل الشيخ حسن ليه؟ انا ما جيتش جنبه. ما جيتش جنبه؟ طب انت ما بتروحش الكتاب ليه؟ كنت نايم. طب ما بتروحش صلاه الظهر ليه؟ كنت في النادي. طب ما روحتش المقرأة اللي بعد صلاه الظهر ليه؟ يا عم اسمي جورج. جورج؟ طب ما بتروحش الكنيسه ليه؟ انا اسمي كوهين. طب ما بتروحش المعبد ليه؟ في ايه؟ مالكم يا اولاد في ايه؟ انتوا متضايقين من ايه اصلا؟ ابو العيله دي تعبنا والله، ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا انا هأكلكم وهلبسكم وهنغنخكم كلكم يا غفير طارق. ايوه وزع المعلوم. حاضر يلا. وجبت
ودي كمان حيو زيت ورز وسكر. وايه ده يا عمدي؟ دي لحمه يا ولد، انت عمرك ما شفتها ولا ايه؟ هنشوفها فين بس يا جناب العمدي؟ معايا هتشوفوا كل حاجه، ده انا هجلجلكم. طب الجمعه الجايه معرض للسلع المعمري. ايه ادعوا له، ادعوا له يعمر بيت ابوه، وكمان ادعوا له يعمر بيت ابوه. نحن نحمل الخير للقريه كلها. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. اهو اهو يا حظاظ، مش دي تعتبر مخالفه؟ مخالفه ايه يا ابو العيلة؟ الراجل صعبان عليه العيال وبيساعدهم. يساعدهم ليه؟ دول عيالي اني، انا اللي مسؤول عنهم وانا اللي اصرف عليهم. يصرف عليهم هو ليه؟ ما انت لو كنت بتصرف عليهم كويس ما كانوش بصوا للزيت والسكر يا ابو العيلة. يعني انت مش هتعمل لي حاجه يا حظاظي؟ ما اقدرش اعمل لك حاجه يا ابو العيلة بعد اذنك. ماشي تعالوا يا اولاد هاكلكم اكله حلوه قوي. خد يا ولد توهوب هنا، تعال يا ولد توهوب. جرايها جناب العوم. جرايها ابو العيله. انت مالك ومال العيال يا اخي؟ عايز اكلهم لقمه ترم عضموهم. انت مالك ومال عضموهم؟ انا باكلهم ومشربهم وكل حاجه. حد منكم محتاج حاجه يا عيال؟ ايه اهو الحمد لله ما فيش حد محتاج حاجه. يعني الحق علي اني عايز اكلهم؟ ايوه طبعا، مالكش دعوه بعيالي. عايز تاكلهم؟ ايوه اكلني معاهم. يلا طلق يا ابو العيل. طلق يا ابو العيل. اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، يعني ناو ناو. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. معقوله اطلقك يا فاطمه؟ لا يا اخوي، لا انا مش هطلقها. جرايها جناب العوم دي، انت ناسي انني اول واحد في الكفر كله اتجوزت. انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر كله. ايوه انا مش هطلق يا جناب العوم دي، مش هطلق. فاكره يا فاطني؟ فاكره اما انت والعيال اما كنت بتحبوني كنت بتغنولي وكنت بتقولولي ايه؟ ايوه فاكره يا اخوي، ودي ايام تتنسي؟ اخترنا اخترنا يوم ما زرع قلعنا معاه. اخترنا اخترنا يوم ما فرحنا كدنا معاه. لا يغطيني ولا يعزيني ولا في مصلحة بيني وبيني إلا القرية وحب القرية، وبقولها في رزقي على الله. طيب ما انا ياما استحملت النشاز بتاعكم ما قلتش حاجه. لا انا مش هطلق ابدا، مش هطلق، مش عشان، لا عشان فاطني وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. ارحل يا عم، ارحل 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 يعني امشي. هي اها ياللي ما بتفهمش. هي اها لا مش هطلق برضه. يرضيك يا فاطني؟ يا عيال عيب، ده برضك ابوكوا. ابوني ده احنا هنعصر على نفسنا لابوني. هو كل واحد يجي لنا شويه تقولوا عليه ابوني؟ احنا خلاص مالناش اب، وبعدين احنا حبينا العمده. وعلى راي المثل اكتر واحد بيصلي وحافظ كلام ربنا. هو مين ده يا ولد اللي حافظ كلام ربنا؟ انت يا جدام العمده؟ ايوه صح. ايه استاذن انا بقى يا عمده. اتفضل يا حظاظ. بعد اذنك يا حظاظ. يا ابو العيلة يعني انت يرضيك كده؟ يرضيك انني اطلق فاطمة غصب عني عشان العمده يتجوزها غصب عني؟ ابو العيلة دي مسائل شخصيه ما تدخلنيش انا فيها. بعد اذنك يا عمده. اتفضل يا حظاظ اتفضل، ما نجيلكش حاجه حلوه. اتفضل ماشي يا حظاظ. انا مش هطلقك يا فاطمي. ايوه مش هطلقك، انا مش هطلقك ولا اسيب الدار دي ابدا. انا اتولدت هيني وعشت هيني وهموت هيني وهندفن هيني. تموت هنا وتندفن هيني؟ امال انا اتجوز فين؟ طبعا هتجوز هيني. امضي يا ابو العيله امضي. امضي 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 يعني ابصر. هي اها ياللي ما بتفهمش. هي اها امضي يعني ابصر ياللي ما بتفهمش. مش موزون، انتوا اي حاجه جايبينها من التحرير وخلاص. اخس عليكم اخس بقى كده، تعملوا كده فيي؟
وانا اللي فاكراكوا راضيين وحامدين. انا معاك يا قمر للصبح، سهرتنا صباحي. حامدين وصباحي مش مباشره دي. امضي يا ابو العلا امضي امضي، العمده ده مفتري، ده ممكن يجيب جمعيه انصار بيت العمده يرموا لك عبوه ناسفه في الزير يولعوا في الدار. لا يولعوا في الدار، انا مش هوافق ابدا اي نقطه دم تنزل في الدار، احنا لسه مسيحيين. طب طلع يلا ارمي اليمين. حاضر فاطني. ايوه يا ابو العلا فاطني. ايوه فاطنه انت انت مستعجله ليه ما تصبري؟ فاطني انت طالق طلاق مبارك ان شاء الله. يا دي المباشره. بقول لك يا جناب العمده، عايزك في كلمه سر. قول يا شيخ حسان. عايزين نلحق نمضي ابو العلي قبل ما يرجع في كلامه. انا ما برجعش في كلامه ابدا، الدور والباء على جناب العمده، اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول ده انتوا هتشوفوا ايام سودي. الا مين ده ولا اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول؟ انت يا جناب العمده. ايوه صح ايوه. طلع يا ابو العلي واطيعوا الله واطيعوا الرسول. بس يا راجل يا اخنف بس. حاضر هطلع. ابو العلي هاني تامر هيثم، في اسامي كده تاني؟ مهند. مهند يا بتاع تركي. بقول لك يا جناب العمده، ايه؟ عشان تتجوز فاطمه لازم تطبق شرع الله وما تنساش العده. ايوه طبعا لازم اطبق شرع الله وما انساش العده. اتفضل ادي العده اهي. إذا كان دي العدة فالدفاتر دفاترني والورق ورقني. مبروك يا أولاد أبوكوا طلق.